حلقة جديدة السادسة، تحياتي لكل الأهلاوية اللي بيتابعوا حلقتنا النهاردة، والكلام على النجم النهاردة مستر موسيماني طبعا، اللي مصر كلها مكسرة الدنيا على التصريحات اللي قالها في اللقاء اللي أجراه مع يعني قناة تلفزيونية في جنوب أفريقيا. خليني أقول لحضراتكم بداية كده إنه في حاجات حقائق لا يمكن إنكارها، يعني مستر موسيماني واحد، شاء من شاء وأبى من أبى، دي حقائق وتاريخ كتب الراجل الحقيقة في فترة قصيرة وصعبة. تتفق مع كورته، تختلف مع كورته، تحبه وتكرهه، دي حاجة ترجع لك، حاجة نسبية ما تقدرش تحكم عليها أو تقول إن في حكم نهائي تجمع عليه كل جماهير النادي الأهلي، لكن الحقيقة بتقول إنه الراجل ده حفر اسمه مع كبار الأسماء اللي تولت مسؤولية القيادة الفنية للنادي الأهلي على مدار تاريخه كله، أرقامه، إنجازاته بتقول ده، ودي حاجة ما تقدرش تنكرها. لكن الحقيقة اللي يمكن لفت نظر الناس هي مقارنة موسيماني، وده قدر الأهلي والأهلوية والنادي الأهلي الحقيقة ونجومه. وشوفوا لغة موسيماني وهو بيكلم النهاردة وبيقارن نفسه وبيحط نفسه في مقارنة مع عظام التدريب على مستوى العالم، بيب جوارديولا، يورجن كلوب وغيرهم من المديرين الفنيين، وقال طبعا وكلم على ثقافة جماهير النادي الأهلي التي لا ترضى بغير الفوز بصرف النظر، ومش بس الفوز وبمتعة الأداء، ده على حد تعبيره هو شخصيا اللي اتكلم فيه، انه في مصر هنا مش مسموح ليك انك انت تخسر مع النادي الأهلي، وحتى لو كسبت وما قدمتش الأداء الكويس او الأداء الجيد اللي يرضي الجماهير برضه هيتم انتقادك. وقال ان مدربين كبار جدا على مستوى العالم زي يورجن كلوب وزي بيب جوارديولا مثلا، رغم قوتهم ورغم اعتراف الجميع بقدراتهم الفنيه العاليه، ما قدروش يحققوا لاكثر من موسم لقب زي بطوله الشامبيونز ليج، مع اختلاف الفرق طبعا وتحفظنا على ان المقارنه لا تجوز، يعني المقارنه لا تجوز لانه يورجن كلوب على مستوى اوروبا بيواجه كبار القاره، بيواجه بيب جوارديولا، بيواجه كارلو انشيلوتي، بيواجه توماس توخيل، بيواجه بوتشيتينو وغيرهم 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 من النجوم، اما في افريقيا فالوضع مختلف وغير، والأهلي في أفريقيا مكانته وإمكانياته غير، وبالتالي من حق جماهيره طموح مشروع جدا إنها تلعب على أي لقب وتنافس في أي مباراة، ومن حقها إنها تزعل على ضياع أي بطولة أو خسارة أي مباراة. على كل أحوال تطورات الموضوع هو اللي شاغل الجماهير، وفي النهاية كلنا ثقة، يعني أنا دايما براهن على الجزئية دي، على مدار تاريخ النادي الأهلي القرار السليم والقرار المناسب في التوقيت السليم والتوقيت المناسب. النهارده يمكن كان في اجتماع مع مستر موسيماني قبل عودته ان شاء الله يوم الجمعه، اجتماع طبعا كونفرنس ميتنج او اونلاين ميتنج تم بين مسؤولي النادي الاهلي وكابتن خطيب مع مستر بيتسو موسيماني في حضور المسؤولين في شركه الاهلي لكره القدم. مهم